امرأة على سفر ولا تستطيع أن تصلي الظهر والعصر، وما وصلت إلى البيت إلا بعد المغرب. هذا مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. هذه كان ينبغي أن تصلي في الطريق ولو هي جالسة. النبي لما شغل عن صلاة العصر إلى أن غربت الشمس قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، مشغلنا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.